بسم الله الرحمن الرحيم. اولا شكرا يعني الدعوه النش نطحب زيك يعني باش كيش شنو شويه نتوضيحات وزيك سكينه نخدم نخدم طيب. مرة نعقب شويه غرفه انا في انه المركب التجاري يعني السوق البلدي انه يسد في اطار مشاريع التأهيل الحضاري يوقع عندي بن طيب دي غرفين و 11 والسوق ما مش نستنى انه يسال ب 2012 السلطات الاقليميه نوقت النيا يعني وسينت الساس يعني المشروع ونتا يعني بدون ما استوفنت يعني الاجراءات القانونيه جان وهو يعني نزع الملكيه لان ثم هني مخيبنا السوق ونتا تتبع يعني املاك الاملاك المخزنيه ونشي ندير وقت النيا يعني توغان خيجن الحكم قضائي زي المجلس الاعلاني زي محكمه النقض انه يتيش الحق يعني يملك المخزنيه انه ثم هني يعني تبع عيني ثنيه وحفظ انتص رغم انه تغذين التعرضات زي بعض يعني الساكنه يتوغاد جان قانش قران الملكيه يعني نتحونان بعض المشاهدين للسوق ولكن المحكمه توغاس الراي النس انه يعني فشل الحكم النهائي يعني املاك المخزنيه وحفظت الطموح النيه ماشي غنخ يعني القرار القضائي للمحكمه ما غاديش تخش خط نشاط حتى الاخوان الساكنه باش خاص طلع يعني ماشي نسد نفخ في امام الامر الواقع انه قرار زي المحكمه يعني العليا وغنحمل من دي صغنك طموح املاك المخزنيه السنم عرو طريق السوق يعني غير من يعزم ازيكو 2012 خو يعني تقريبا 11 سنه مار منوية يعني تغادي المشاكل يعني العقار نتمواث الاملاك المخزنيه تقارش السوق والطازمه محمد خدس مايا ماشي قال خرس انه بين جنان التقييم تقن التقييم يعني شحال سكوا ثمواث منين الى اخره رغم انه غا شويه نصيبغا يعني اجتماعيه لان توادني وذان يعني استغلال شويه مشاني ولكن رغم ذلك انه نشين تما هني ابتزنا خذيس الاملاك المخزنيه ومقارو نخدسيت نخدسيت شان 130 مليون بمعنى انه تما هني صغيت بمعنى انه تما هني ودي سيتا سورة دي الجن رغم انه ذين بعض يعني الساكنه انه غاس الملكيه استمرنا الملكيه ولكن الملكيه اني ارماني حفظا يعني ثم هني الاملاك المخزنيه يعني وغاصبوش المعنى واني غو يعني ديجا انه كاين تعرضات لبعض المدن ولكن المحكمه تحكم الاملاك المخزنيه اذا نشينا وغنخمين غنقضي انا وياه ديال الحكم القضائي نشينو منا نصغى ثم يعني نسول وضعيه الناس نقا يعني نقال شي غداك صحاب يعني الاملاك المخزنيه نصغى خاصنا ثم واحد كاين شي غد نجلسنا 8 سنين بعد يعني معاناه بعد معاناه الطس من الجماعه يعني وغصبوا المداخيل وغصبوا يعني من زي غنخدس معنايا ولكن بمجهودات يعني جباره استطعنا نحصل خدمه بلغه ونتا ونلقى كيسن العقد خو يعني من بعد يعني الاخوان يعني ديال المجلس كينيش نكوناش تحملات يعني باش تيري ذيس الطريقه يعني يعني التعويض يعني المتضررين تو غادي يعني غاس المحل ثاينا يخنس السور مون يخطو غادي غاس شن مشاني زنو زادي نير خوضات المهم تو يعني من بين المستغلين يعني السوق ني تو غادي جندير وقت ني نقيش لائحة يعني نسن مارة ونقيس شان يعني شان اتفاقيات انه خمي غيكمل السوق يعني غاسنوش يعني محلة تجارية ولكن مراث روح تزريم يعني الاتفاقيه اللي كيسنكا انه هو سني ابو بطر ما صنشينا نني بطر ولكن الناس وفق كناش تحملات نشين في حونا وزما بوث نتنوش بطر يوذا من النيخ يعني ثمات صغيت او هذه نحط راس الملكيه وحتى الدوله قوة تخشى باش نشينا نكش يعني في حونا ايوذا اموها نبر التعويض كناش تحملات يعني قيث المجلس يصدق خاص المجلس يصدق خاص السلطات الاقليميه
اخر من يتجان هو انه نسد باش يعني غنعزم السوق ان شاء الله نازو غنوزع يعني المحلات التجاريه يعني خل المتضررين نخ خل المستفيدين يوقع شويه يعني النقاش يوقع شويه القيل والقال ولكن مش كرئيس اللجنه يعني يقيم باش نفاق يعني باش ندير قرعه يعني المحلات التجاريه كان علي انه يالله انه طبق من دايس اللي كنا تحملات من دايس من خي صادق يعني المجلس من خي صادق السلطات الاقليميه انه نشارك التنزيل يمين دايس يعني المتضررين وفق كنا تحملات وفعلا اذمنا اني اكيخنش يعني ذي اللقاء اني اكي المتضررين نستدعاث مره يعني مار نستدعاث وكوريجن يعني قبرت وغي خضاع يعني النشاط التجاري يعني غير مارس المحل التجاري يعني باش نسنق القرعه وفعلا نقيج القرعه يعني نسالت الحمد لله نشطب طبقت يعني العمليه تعذو يعني سجل نجاح مقران كوريجن يعني يسن المحل النص الرق من النص وحاليا يعني بصدد يعني باش توصل يعني المراسلات ذي الجماعه يعني باش تكمل الاجراءات السن القانونيه باش سنيني غادي هل الشريعه ديال الحانوت النير يعني هل الثمن الجزافي خصنا نديحونا النير انا وفق كنا التحملات خاشين ديال اللجنه النيوان يعني ونسنقص شين مين تو غادي يكون التحملات خص صدقا نصدم قياس التنزيل على ارض الواقع وفعلا بان النير خقق بصدد باش نسكر المراسلات النير المستفيدين يتجنى 21 سن باش تستكمل الاجراءات نصن يعني في ظرف شهر خصها تستكمل الاجراءات فينا والا فالقانون فوق الجميع هذني وذا نغنيتي جن عدد نصن 28 واحد لينا غاصن الاراثه غاصن الاراثه يعني باب الملك نخ المتضرر يعني الحقيقي نخ الاصلي يعني توفى غاس يجد طاور الناس ناخذ كذا خصيت الاراثه ما خصيتنا دوك كرنشان يجن ينا مار 28 واحد يعني وسط عنشا باش هذا يعني داو ينشان الاراثه الوكاله اذا ينا خاص نطبق المسطره المساطير القانونيه يتجم دي منويه من بعد ان شاء الله نكمل يعني يعني الاخوان من 21 يعني كيس نكمل الاجراءات نعذو باش ان شاء الله انا راح غالمحوته باش يعني صحاب سرمان ان شاء الله من السيف والسوق منيح وخمي غنكمل ان شاء الله المحوته انا راح غافحون اني ذيني قيمن باش نتلقى بسطاع وما ناوي غادي نسنق الاعلام للعموم يعني الساكنه ماره ومي خصهم يعني شان طحنت ذي منويه انساس يجن 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 كايد شارج انه همين يخصن همين يخصن باش انا نسكن الملف الجماعه يعني ديج المده زمنيه يعني محدده باش ان شاء الله نهار نجي يجن جلسه عاود نستدعى مره باش الحضان يعني في عمليه يعني الفرز الاختيار يعني اني خاطر يعني صفقه وبسطه حتى في يعني كوريجن يعني غادي يتمكن استحانه وتمس ومنويه يعني ليس الفرق جار يعني المتضررين يعني الثمن شراني الثمن جزافي يعني المحلات التجاريه يعني ذوني المينيموم اذا يسنت في حول النير يني غي بسطان يني قصني غي كوماسنا بسطا يعني ما راه مثلا المتضرر غاسي جن مبلغ جزافي يعني في كيت خاص كناش التحملات فغني غير باسطان يعني السني غير كوماسان زيد الثمن ني تشنج نود غير استعصن اعلى ثمن بطبيعه الحال خاصي غير ترصد حانوت ني الشرع عاود نفس الشيء المتضرر يعني غاسي جن الثمن شرا محدد يني غير باسطان قص السني غير كوماسان باسطا اذا نضمن انا ان شاء الله في بصدد يعني القريب ان شاء الله القريب العاجل ربما ذي السنه ان شاء الله نخ قبران نبدو ربما قبران نبدو ان شاء الله قنخ يعني نتواصل يعني العمل نخ ذي منوية السوق ان شاء الله ذي يعزم وتمني ان شاء الله ذي ينجح هذا يحقق يعني مارا من الزول ساكنة المنطقية باش يتراحى ذي الصرح وجن السنية والسوق بطبيعة الحال يعني غاصيرين
راه سيريجن اي سيريجن حاجه المنفعه الاقتصاديه غير مدينه الناخ وحتى السكينه يعني باش هذه راه يصير اي حاجه يعني السوق هذه سيرين جميع الانشطه التجاريه كتجان يعني مدينه سيري الذهب سيري الوارود سيري الخضار سيري يعني المواد الغذائيه في الزع في سرمان بيع الاواني المنزليه يعني جميع من يتجان يعني الانشطه الاقتصاديه هذه هي موجود في السوق وضمنا ويا نتشكرك مني ونتقاضيك مني يعني خطوه صوله كيف تقيم والسلام عليكم ورحمه الله.